الابن والروح القدس اله واحد امين، يباركنا ويشرفنا ويفرح نفوسنا الليله جناب الاوراء قدس ابونا فلوباتير نبيه ياتينا كلمه تعزيه نشكره لمحبته وجوده معنا. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في يوم حد الزعف دخل ربنا يسوع المسيح اورشليم، وكان صراخ كل الناس اوصلنا يا ابن داود، خلصنا يا ابن داود. وبين صراخ الخلاص للشعب في الوقت دوت ومفهوم الخلاص، وبين الخلاص اللي قدمه ربنا يسوع المسيح في يوم وبين خلاص اللي قدمه ربنا يسوع المسيح على الصليب في يوم جمعة الصلبوت، الشعب كان عايز ان المسيح يخلصه من عبودية الرومان، والشعب كان عايز ربنا يخلصه من العشور او من الجزية او من كل الاضطهادات اللي كان بيعاني منها. تعرفين انه ربنا لما قال كده هوت من طلب منك معه ميل فامشي معه ميلين، يقال كده هوت انه كان الميل الاول اللي بيمشيه اليهودي كان الجندي الروماني يشيل، لانه السلاح كان تقيل، فكان يشيل الانسان اي واحد يهودي كده يستعبده يقول له شيل السلاح، فيشيله لمده ميل مسموح لي ان هو في خلال ميل واحد يشيله السلاح بتاعه وما يديلوش اجره. لو مشاه اكتر من ميل يبتدي يدفع له الاجره تاني. فربنا قال لهم كده هو من سيرك ميل فسير معه ملين. يعني قدموا محبتكم حتى الميل التاني. وده كان يوري قد ايه العبوديه اللي كانت موجوده وقتها. وقد ايه انتظار الشعب للخلاص بملك، ملك ارضي. لكن ربنا ما كانش جاي عشان يخلصنا من ملك الارض. احنا ساعات بنفكر نفس تفكير اليهود، احنا عايزين ربنا يخلصنا من مشكله واقعين فيها، او عايزين ربنا يخلصني من مرض بمر بيه، او عايز ربنا يخلصني من تعب. وفي الحقيقه ربنا جاي عشان يخلصنا من حاجه تانيه خالص. الله جاي يخلصنا من خطايانا، جاي خلصنا من خطايانا. وخلوني امشي معاكم كده خلال اسبوع اقول لكم ان ربنا كشف لينا سبع خطايا عشان يخلصنا منهم خلال هذا الاسبوع. اول خطيه ربنا كشفها لنا كده هوت لما لقى الشعب جوه الهيكل بيبيع ويشتري، فاكتشف او كشف لنا كده هوت انه ممكن الانسان يبقى موجود جوه الكنيسة لكنه مشغول على الله. حي انت جوه الكنيسة لكن فكرك فين؟ فكرك بره ولا فكرك مع المسيح؟ ممكن تبقى موجود جوه الكنيسة لكن مشاغل العلم الدنيا كلها هي اللي شغلاك، ويبقى فكرك بعيد عن ربنا خالص. ده ممكن تلاقوا انسان جوه الكنيسه وبيخدم ربنا لكنه مشغول عن ربنا بالخدمه، كله فكره في الترتيبات والتنظيم والنجاح والعمل وكل حاجه، وربنا مش ثابت جواه ولا مشغول بربنا. على الرغم ان ربنا بيقول كده هوت يا ابني اعطيني قلبك. هذا الشعب يكرمني بشفتيه واما قلبه فمبتعد عني. انا ممكن اكون موجود جوه الكنيسه كل يوم لكني مشغول عن ربنا كتير قوي.
بأفكار كتيرة وبأعمال كتيرة. فأول حاجة كشفها ربنا إنه اوعى تكون موجود جوه الكنيسة لكن بعيد عن ربنا، زي الناس اللي تيجي الكنيسة عشان تتقابل، أو جاية الكنيسة عشان خاطر تعمل صداقات. الله هو الصديق الحقيقي، والله هو العمل الحقيقي اللي مفروض نبقى مشغولين به كل الوقت. هم كانوا مشغولين بيقدموا خدمة، بيبيعوا زبايح عشان الناس تقدمها لربنا، لكن هم كانوا مشغولين عن ربنا خالص. تاني خطية كشفها ربنا للإنسان خلال الأسبوع دوت، لما مر بشجرة التين ولقى شجرة التين أوراقها كتيرة مورقة شكلها جميل، وتوقع ان هو يجد ثمرة في الشجرة دي، لكن اكتشف انها شكل بلا جوهر بلا ثمر. وده ينم عن رياء موجود في حياة الإنسان. ويمكن من الرياء كتير يكشفنا قدام نفسنا انه الانسان يبقى متدين شكلا ولكنه فعلا بعيد عن ربنا. واديكوا امثله بسيطه كده هوت. مثال ان الانسان يبقى موجود جوه الكنيسه بلا وبالتضاع وبمحبه عظيمه قوي، وتلاقوا الكلمات تطلع من لسانه معروفه قوي، سامحني واخطيت وربنا يعوضك. طب وبره ايه الاخبار في البيت؟ علاقتك ازاي موجوده في البيت؟ علاقتك مع اولادك ومع مراتك؟ علاقتك مع اولادك وجوزك؟ هل بنفس الحب والاتضاع دوت والانسحاق؟ ولا احنا جوه البيت حاجه، جوه بيت الله شيء، وخارج البيت حاجه تانيه؟ امبارح كنت مع شباب كده هوت وماشي فبتكلم كنت على الموضوع ده، قالوا لي الحقيقة أبونا إنه الناس في الشغل حاجة وفي الكنيسة حاجة تانية. ويحكوا لي عن أحد الخدام، وده كانت تورينا إزاي إنه في بعض الرياء في حياتنا. خادم كان وخادم كويس، ولما ولاده اتخرجوا، الشباب يعني اللي بيخدمهم اتخرجوا، فجاب واحد يشتغل معاه في الشغل بتاعه. فالولد متربي بتعليم الكنيسة وبتعليم الخادم بتاعه دوت، الأدب والاتضاع والحب ففي يوم كده هوت ما عجبوش المدير دوت اللي هو الخادم الكبير، قال له بص حبيبي، اللي اتعلمته في الكنيسة ده حاجة والشغل ايه حاجة تانية خالص. فصدم هذا الشاب في هذا الخادم، وكان قراره ان هو يسيب الشغل. الاصعب ان الانسان لما بيشوف زي ما اتكلم المسيح كده هوت، تعشرون النعنع والشبس والكمون، مدققين جدا، لكن اعظم الوصايا بتنسوها. اوعى تكون من الناس اللي بترائي جوه الكنيسه شكل وبره الكنيسه شكل تاني. اكتر حاجة تكشف الانسان المرائي هو سقوطه في خطية الادانة. بصوا الفريسي، فريسي الحمد لله انا موجود جوه الكنيسة وبصلي وبصوم، وبص الواحد كده هو تعشر، اللهم اني لست مثل هذا العشار الخاطي. يعني انت متدين الحمد لله، تعملش خطية الحمد لله، أنا راجل بتاع كنيسة وهو خاطي وحش. هذا يكشف رياءك وريائي، لأن الإنسان اللي عايش مع الله يحيا المحبة، والمحبة تستر كثرة من الخطايا. شوفوا ناس سقطت في الرياء زي حنانيا وسفيرة، عايزين يبانوا قدام الناس ان هم معطائين بيقدموا،
ولما يجوا ويقفوا قدام بطرس ويسألهم أبي هذا الثمن بعتما الحق؟ أيوة. تكذب؟ آه، عشان أبان شكلي حلو، شجرة مورقة لكن بلا ثمر، بلا ثمر. فالله يكشف لنا عن خطية عايز يخلصنا منها، هي خطية الرياء. اوعى تكون انسان خارجك يبان للناس بالقداسة ومن داخل قبور مليانة عظام النتنة. طهر من جوه، من قلبك، اغسل من الداخل مش من الخارج. ده في اباء قديسين كانوا يبينوا من بره زي القديسة الهبيلة لكي ما تخفي قداستها وعلاقتها بربنا. انت عايز في الاخر مين يمدحك؟ الناس ويقولوا طباق طباق، ولا الله الذي يفحص القلوب والكلى؟ دايما دور على انه ربنا تبقى في عينين ربنا، تحيا حياة القداسة، مش في عينين الناس. مش مهم الناس تقول عليا ايه، لكن مهم ربنا هيقول عليا ايه في يوم الدينون. خطية التالتة اللي كشفها لينا ربنا يسوع المسيح في الاسبوع دوت، وهي خطية محبة المال. لما دخلت مريم وسكبت الطيب على المسيح فتنرفز يهوذا جدا وقال ليه كده؟ كان يمكن أن يباع بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء. وعشان تعرفوا حجم العطاء اللي قدمته مريم، أقول لكم أنه أجرة العامل كانت دينار واحد، والنهاردة العامل أجرته قد إيه؟ يعني سألت حد من المهندسين كده قال لي من بين 70 ل 100 جنيه في اليوم. يبقى ثمن الطيب اللي هي سكبته مريم ده يوصل حوالي 30,000 جنيه. 30,000 جنيه، لا معاه حق بصراحة يهوذا، يعني يشعر انه خسارة. يعني متخيلين 30,000 بترموا على الأرض كده؟ لكن يكشف لنا يوحنا الحبيب ان المشكلة مش اهتمامه بالفقراء، لان كان معه الصندوق وكان سارق. محبة المال هي اللي كانت غلبة قلبه. اوعى يكون قلبك هو اللي مقصور بمحبة المال. اوعى يكون فكرك كله مشغول بكام بكام. ده بطرس قال له كده، ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك يا رب، فماذا يكون لنا؟ قال له حبيبي، كل من ترك من أجلي أبا أو أما أو أخوة أو مال أو مقتنيات هيأخذ 100 ضعف مع اضطهادات وملكوت السماوات. ربنا حذرنا وقال لنا أنه لا يستطيع الإنسان أن يخدم سيدين، إما الله أو إما المال. محبة المال لو دخلت قلب الإنسان تشغله كتير عن ربنا. صدقوني حتى ممكن تشغلك لو أنت خادم، وتخلي فكرك كله طب احنا بنعمل كده عشان الخدمة، عشان الفقراء، عشان نجيب لهم، عشان نجدد، عشان نشتري، ويبقى فكرك مشغول بالفلوس وبالمكاسب مش مشغول بربنا. كان معايا احد الشباب النهاردة يشتغل في بلد، فبيقول لي ابونا لما كنت بقبض قليل كانت العشور سهلة، كان العشور بالنسبة لي سهل ان انا ادفعها. دلوقتي لاني بقبض كتير قوي، قال لي كلمة صعبة قوي، قال لي بستكتر على ربنا هدفع كل دي عشور؟ واحد بيكسب في السنة 500,000 هيدفع عشور قد ايه؟ 50,000 جنيه؟
كتير قوي على ربنا. لكن لما هو كان بيكسب الاول 5000، 500 جنيه دول كانوا معقولين كفايه عليه. نعم حبه المال. فربنا بيكشفني قدام نفسي. بيكشفك قدام نفسك، اوعى محبة المال هي اللي تمشيك، ولكن محبة الله هي الأساس. لا نستطيع أن نخدم سيدين، إما الله وإما المال، إما الله وإما المال. يبقى قلنا أول خطية كشفها لنا ربنا هي الانشغال عن الله جوه بيت الله، ودي كتيرة. سامحوني أقول لكم حاجة، وإخواتي اللي بيخدموا في الكنيسة ما يزعلوش مني. بيخدموا النظام، تلاقيه مشغول بالنظام جدا ومش مركز مع الصلاة. مسؤول عن الساوند سيستم وعلى مشغول جدا بالصوت وبالصورة وبالبتاع. ركز حبيبي. في يوم جمعة ختام الصوم دخلت للشباب اللي بيخدموا معايا في النظام وفي الحاجات ديت، قلت لهم بصوا شباب، احنا عايزين نخدم ونستفيد. الشعب كله هيستفيد لما يشوف صورة حلوة وصوت كويس، لكن ده مش معناه ان انت ما تصليش، تستمتع بربنا وتتناول. الخطية التانية كانت خطية الرياء. اوعى من بره تبقى باين ومطمن نفسك ان انت الحمد لله جوه الكنيسة وبتدفع عشور، وانت من جوه مش نقي بتوبة حقيقية بقلب طاهر. والخطية التالتة كانت خطية محبة المال. لكم حاجة تكشفنا على محبة المال، حطوا جنبها كده محبة القنية، يعني ان انت تقتني حاجة. جرب كده لو حد حب ياخد منك حاجة تديها له بسهولة، ولا تقول لا دي بتاعتي دي بتاعتي. فاكر كده في مرة كنت بكتب اسمي على كتاب، فواحد بيسألني، واحد جميل كده، قال لي بتكتب اسمك ليه على الكتاب؟ قلت له عشان ما يضيعش، عشان ما حدش ياخده. قال لي طيب دي اسمها محبة القنية، ما ممكن واحد يضيع واللي ياخده يكون محتاج له اكتر منك. مالك ماسك فيها ليه قوي كده؟ اكشف نفسك. ده احنا نكتشف ان احنا عندنا محبة قنية كتيرة في امور كتيرة وامور بسيطة. الم الم، عارفين زمان كان الالم بيسموها بلبيسة كده، فما تيجي تدي واحد الم تعمل فيه ايه؟ تاخد منه ايه؟ اللبيسه، وتدي له القلم عشان في الاخر يكتشف انه لازم يعمل ايه؟ يرجحهولك. اه مبروك عليك محبه القنيه. كشفنا نفسنا المسيح النهارده قدام خطايا بسيطه، لكن الخطايا بتكبر زي ما بقول لكم. لما كان مرتبه صغير كان سهل انه يدفع العشور، طب لما حديك كتير هيفضل سهل عليك تدفع عشورك ولا تستقطرها على ربنا؟ الخطية اللي كشفها ربنا قدام عينينا في هذا الأسبوع أحبائي هي خطية النصيب الأول والأعظم. لما جم التلاميذ يناقشوا ما بينهم من منا الأعظم، مين الأول، مين هيبقى، مين يمينه مين شماله، فقال لهم للأسف ما فهمتوش اللي أنا علمته لكم، 3 سنين ونص معاكم ما فهمتوش أنا عايز أعلمكم إيه. من أراد أن يكون أولا فليكن آخر الكل، وإيه؟ خادما للكل. وجاب لبطرس وقال له يا بطرس هات 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 تشط المية يا بطرس. وقعد المسيح تحت رجليهم واحد واحد يغسلهم. مين اللي غسل لهم رجليهم أحبائي؟ يهوذا الخائن، بطرس اللي أنكروا، تلاميذ اللي هربوا. ده بيغسل رجليهم هم دولت، دي نوعية الناس اللي بتتغسل رجليهم. هو ما اختارش ان اللي يغسل رجليهم ناس قديسين، ولكن اختار انه يغسل للكل. اتضاع يبقى للكل،
مش هتتضع لإنسان بتحبه وإنسان تاني لأ. مش هتقدم مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة فتقدم أصل ده أبونا أو ده خادم كويس أو دي خادمة كويسة فأقدمه، ولأن ده ما عرفوش فقال له ارجع ورا ارجع ورا. لا، في الحقيقة المسيح غسل رجلينا الكل، ما فصصش مين ومين لا. خطية النصيب الأول تكتشفها لما نبقى قاعدين في البيت كده هوت وهنوزع حاجة، مين هيختار الأول؟ طب مين هيختار الأكبر؟ طب مين هيختار الأحلى؟ طب مين هيختار اللي يحبه؟ ومين هيسيب نفسه آخر واحد؟ اختاروا أنتم وأنا آخركم. أنا آخر واحد. كلنا بنقع في الحاجات دي، وكلنا ندي لنفسنا تبريرات، أصل أنا بحب اللون دوت، أصل أنا بحب الحاجة دي، أصل أنا باكل الجزء دوت، أصل أنا بحبش الحتة دي. من أراد أن يكون أولا فليكن آخر الكل وخادما للكل. علم نفسك كده أنك تبقى آخر إخواتك، تتكلم آخر واحد وتختار آخر واحد، وتقبل أي شيء. وياريت يكون ده تدريب لنا خلال هذا الأسبوع، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. كلم آخر واحد، اختار آخر حاجة، واصبر على نفسك شوي وقول رأيك آخر واحد. هتكتشف انك انت مستريح من جوه، وتكتشف انك تخلصت من الأنا. أنا عندي رأي، أنا عندي مزاج عايز أخده. الخطية الخامسة هي خطية الكسل في الجهاد الروحي. كشفها لنا ربنا يسوع المسيح في بستان جثيماني لما قال لهم أنا هخش أصلي أو هروح أصلي، وراح المسيح يصلي ورجع لقاهم نايمين. قال لهم اصحوا اسهروا معايا شوية، محتاجكم تبقوا سبورت ليا في ظهري، أنا داخل على عمل عظيم على الخلاص. وراح يصلي ورجع لهم ايه نايمين تاني. فقال لهم كلمة صعبة جدا، أما قدرتم أن تسهروا معي ها ساعة واحدة؟ وكأن ربنا بيقول مش قادر تديني ساعة من وقتك؟ طب ده انت بتدي لشغلك 8 و12 ساعة في اليوم، وبتدي للتلفزيون بال4 و6 ساعات، وبتدي للميديا انترنت والواتساب والفيسبوك من وقتك كتير، اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة؟ وده يورينا ان احنا عندنا خطية اسمها الكسل. تكتشفها امتى؟ تكتشفها انه انا دايما اقول كده هو انه الشيطان الكسل ده حاطط نفسه تحت المخدة، خدين بالكم؟ فيضرب المنبه عشان تقوم الصبح تروح القداس، فيقول لك ايه بالراحة بالراحة، في المنبه ده سنوز اللي هو يعني كل 5 دقايق يضرب لك تاني، دوس دوسة وبعد 5 دقايق ان شاء الله هيضرب لك تاني، احلى 5 دقايق دول هتناموا، فانت تدوس الدوسة دي. تدوس كام دوسة بقى ان شاء الله؟ 25 دوسة. تكتشف ان القداس بقى على الانجيل، فتقول له ابونا معلش سامحني اصل انا اتأخرت شوية. حبيبي ما ينفعش تتأخر، طب لو سمحت ما تتأخرش المرة الجاية ان شاء الله. والمرة الجاية ايه؟ نفس الحكاية ونفس القصة. ده كسل. في حين انه لو في عندك ميعاد تاني ممكن تقوم له بدري وتقوم قبل الميعاد، ولو مسافر سفرية مصيف ولا حاجة ولا فسحة ولا. أنا بكشف نفسي أمام نفسي أحبائي،
أنا بتكسل عن جهادي الروحي، بكسل عن صلاتي وعن إنجيلي وعن مطنياتي، بكسل عن قداسي. عشان كده ربنا قال لهم اسهروا لألا تقعوا في تجربة. اسهروا لأن إبليس عدوكم يجول مثل أسد زائر ملتمسا من يبتلعه. هو عايز واحد، مش ممكن الأسد هيجي لواحد مصحصح مفتح عينيه وماسك في إيده سلاح، لكن هيجي لواحد خملان ونايم وراكن سلاحه. لما كنا في الجيش كان بيبقى في حاجة اسمها خدمات كده، فيدوا للعسكري اللي واقف على الخدمة سلاح معاه، ويعدي كده في نص الليل الضابط النبطشي يراجع على الحراسات، يا ترى العسكري دوت نايم وراكن سلاحه، طب ما اي حد هياخده منه. وكان ساعات الضابط يعمل كده، لما يلاقي عسكري نايم يقوم واخد السلاح بتاعه ويحطه في مكتب، فيقوم العسكري تاني يوم محوش يتعمل فيه ايه؟ يتعاقب. فربنا بينبهنا احبائي انه ابليس عدونا مثل اسد زائر مستنيك تبقى نايم ومكسل. الخطيه اللي بعد كده هي خطيه خيانه الحب. وخطيه الخيانه دي خانها يهوذا، وانا وانتم بنخونها. اي محبه غريبه جوه قلبك هي خيانه لله. اي علاقه غريبه في حياتك هي خيانه لله. اي خطيه ساكنه في قلبك هي خيانه لله. اي حب غريب، اي علاقه غريبه، اي خطيه جوه قلبك هي خيانه لمحبه المسيح. انظروا اي محبه اعطانا الاب حتى ندعى أولاد الله. كان يوحنا الحبيب بينظر ويشاور لهم على الصليب. انظروا أي محبة أعطانا الآب. مين هيخون الحب دوت؟ هو الإنسان اللي لسه محافظ على علاقة خاطئة في حياته. هو الإنسان اللي محتفظ بخطية جوه قلبه مش عايز يسيبها، لدرجة الآباء يعتبروها الخطية المحبوبة. في خطية بحبها مش عايز، بحبك يا رب بس في الخطية دي بحبها أكتر منك. طب وده ينفع؟ واحد متجوز ويقول لمراته أنا بحبك بس أنا بحب الست دي أكتر، مش قادر أسيبها وأنت معايا؟ هتقول له أنت خاين، أنت خاين. فإحنا بنخون ربنا بالخطية، وبنخون ربنا لما بيبقى لينا تصرفات لا تظهر مجد الله ولا تظهر مسيحيتنا أمام الناس. إن كان هو قال لنا كده لكي يرى الناس أعمالكم فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. طب إذا الناس شافت أعمالنا أنها لا تمجد الله هيعملوا إيه في إلهنا؟ هيلعنوا هذا الإله. ونكون احنا سبب عثرة للناس وسبب لعنة للمسيح. فاوعى بخطيتك او بتصرفاتك تكون سبب لعنة تانية لربنا يسوع المسيح، الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ده هو من اجلي احتمل كل الالام عشان في الآخر شايف الخلاص اللي هو عايز يدهلنا، مش الخلاص من المشاكل ولا الخلاص من الإخوان ولا الخلاص من الاضطرابات ولا الخلاص من الكلام ده كله، لا 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 لا، ولا من مدير مزعج ولا من زوج متعب، مش هو ده الخلاص اللي ربنا بيدور عليه لينا. الله يبحث عن خلاصك من الخطية عشان تنال حياة أبدية. آخر أحبائي خطية يكشفها لنا ربنا في هذا الأسبوع هي خطية الخوف.
ودي تبان من مين؟ من بطرس والتلاميذ. بطرس أنكر المسيح ليه؟ لأنه خاف، خاف، خاف يقول إن هو مسيحي، خاف إنه يبان إن هو تبع المسيح. عشان كده إحنا بنطوب كل الشهداء، لأنهم كانوا بيقفوا بجرأة قدام مضطهديهم، كان يقول له اسمك ايه؟ يقول له انا مسيحي، مش خايف، مش خايف، حموتك، انا مسيحي، انا مسيحي. واقرب منظر شفناه كلنا شهداء ليبيا، هم واقفين بكل شجاعة، كانوا خايفين، اكيد كان في جزء جواهم خايف، لكنهم تغلبوا على خوفهم بوقفتهم قدام ربنا وبصلواتهم. تغلب على خوفك بأنك تمسك في المسيح. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. راجع كل وعود ربنا. لا تخف لأني معك، لا أهملك ولا أتركك. ربنا بيدينا الوعد دوت إن هو معانا. اوعى تخاف. شعرة من رؤوسكم لا تسقط إلا بإذني. يعني أنا ممكن أموت دلوقتي يا رب؟ أيوة حبيبي، بس ده بإذن مني أنا. ما أروع الأم دولاجي وهي واقفة تمسك ولادها على حجرها عشان يموتوه. طب كانت بتقول لهم إيه؟ تشجعهم إزاي؟ قلت لهم يا ولاد ما تخافوش، ما تخافوش، ما تخافوش. عارفين ده زي الباب كده، اول ما نخرج من الباب هتلاقوا المسيح في حضنكم على طول، خدكم في حضنه. يلا تشجعوا. واصرت انها تغرس في ولادها الشجاعه، مش لان احنا ناس بنحب الموت، لا، لان احنا ناس بنحب الحياه الابديه. عشان كده هوت بطرس في تاني مرة رفض ان هو يتصلب مرفوع الرأس، ولكنه فضل ان هو يتصلب منكس الرأس، لانه تعلم من الدرس الاول ان احنا لازم نعلن ايماننا بالمسيح بكل اتضاع وبكل حب لكل الناس. انا مسيحي وبحب الهي وبحبك. إذن يا أحبائي، المسيح لما جه الشعب كان عايزه يخلصه من مشاكله الاجتماعية والضرائب والجزية، وهو جاي بمفهوم تاني، مملكتي ليست من هذا العالم. أنا جاي أخلصكم للحياة الأبدية، أنا جاي أخلصك من سلطان الشيطان عليك، سلطان الخطية اللي موقعك. جئت ليكون لك ويكون لكم أفضل. ده مفهوم الخلاص اللي أنا جاي لكم عشانه. أنا جاي أخلصك من أن يكون فكرك مشغول عني وأنت جوه بيتي، أو أنك أنت تبقى واقع في خطية رياء، فاكر نفسك متدين وجوه الكنيسة وحاضر البصخات كلها صباحية ومسائية، وبتتنرفز وبتشتم وبتغضب ومخاصم أخوك اللي بقاله 10 سنين. كل واحد فينا لازم يراجع نفسه لألا نكون بنرائي أمام الله، أو نكون لسه محبة الملهية اللي ملكة على قلبنا، أو نكون دايما بندور على نصيب يبقى نصيب الأول والأعظم أكبر أفضل، أو نكون لسه بنكسل في جهادنا الروحي، عارفين إن في خطية وسايبينها تنمو وترعرع جوانا، عارفين في علاقة غلط لازم أقطعها النهاردة وأنا ساكت عليها، أو عارفين إن في خطية خيانة حب لربنا، في خطية بتلذذ بيها
لازم تجاهد فيها وتطلب معونة ربنا، لالا تبقى عامل زي يهوذا. او اخر حاجة تكون في خطية خوف جواك، خايف تعلن ان انت مسيحي، وربنا بيوعدنا ان هو هيكون معانا وهيدينا قوة كل حين. ربنا يديني ويديكم احبائي ان احنا نركز في هذا الاسبوع على هذه الخطايا، كل واحد يدور على واحدة منهم ويجاهد في واحدة بس ويجاهد فيها خلال هذا الأسبوع. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.